تلعب التكنولوجيا دورا محوريا وأساسيا ومهما في كل مفاصل حياتنا اليومية، وبما أن الرياضة تعتبر نشاطا محوريا في حياة الأفراد والجماعات والشعوب، فإنها بدورها بحاجة إلى تكنولوجيا متطورة حتى تواكب نسق العصر. القائمون على الرياضة هنا في دولة قطر أدركوا مبكرا أهمية هذه العلاقة العضوية بين التكنولوجيا والرياضة، فعملوا على توثيقها من أجل رياضة ذكية. دولة قطر تسابق الزمن، والوعد كأس العالم لكرة القدم 2022 أكبر حدث كروي في العالم. أعمال إنشاء تصل الليل بالنهار من أجل مونديال مبهر وبنية تحتية متطورة تلبي متطلبات البطولة واحتياجاتها. وبالتوازي مع كل ذلك، هناك عمل خفي عن الأنظار لكنه من الأهمية بمقدار، يهدف لإنشاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة تكون في مستوى الحدث ساعة الانطلاق. في عام 2018 أطلقنا مبادرة قطر سبورتك للمجال الرياضي. مثل ما الكل عارف، دولة قطر أصبحت مركزا أساسيا لاستقطاب البطولات العالمية والفعاليات الكبيرة، أبرزها كأس العالم 2022. فبنك قطر للتنمية يسعى بدوره لاحتضان هذه الشركات الناشئة وتطويرها واستعمال التكنولوجيا بما يخدم كأس العالم 2022 إن شاء الله. بطولات عديدة احتضناها في دولة قطر لها شأن يعني في الرياضة، فالتركيز طبعا نحتضن شركات رياضية أو لها علاقة في الرياضة، منها أن احنا نوصل كأس عالم فريد من نوعه، وما بعد كأس العالم طبعا يعني الموضوع أبعد من 2022. قطر سبورتك هي حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، أول مشروع من نوعه في المنطقة. في الوقت الراهن نسعى جاهدين لجلب التكنولوجيا الحديثة من جميع أنحاء المعمورة وإيجاد بنية تحتية تكنولوجية متطورة هنا في قطر حتى نجعل منها مركزا تكنولوجيا رائدا في العالم. هو مشروع انطلق قبل سنوات كبادرة من بنك قطر للتنمية، ويهدف لتطوير المجال الرياضي وتسهيل الشراكة بين الشركات الناشئة والعلامات الرائدة. في شركات لها علاقة بالإنديفيدجوالز، وفي شركات ممكن تكون أكثر مع الشركات، في بعضها اللي لها علاقة بالفان انجيجمنت للمباريات كأس العالم أو أي حدث رياضي، في بعضها القطاع الأمني في الرياضة، فكل شركة لها طبعا اختصاصها. أعتقد أن التكنولوجيا تلعب دورا هاما في المجال الرياضي، لأن كل الأنشطة الرياضية أصبحت تعتمد على التطبيقات الإلكترونية. لذلك فالسؤال الأهم هو كيف نجعل من التكنولوجيا وسيلة من وسائل التطوير الرياضي. هناك العديد من العلامات التجارية في المجال الرياضي، ونحن نركز طبعا على خدمة الجماهير وكيف يمكن توحيد ردة فعلها داخل الملعب وخارجه من خلال تطبيق يجعلك تعيش بطريقة حقيقية ما يحصل داخل الملعب. عملية اكتشاف في أكثر من 40 دولة وعشر شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا، والهدف واحد، جعل قطر دولة تكنولوجية رائدة في عالم الرياضة. قررنا المجيء إلى الدوحة لأننا متأكدون من أن دولة قطر لها مستقبل زاهر في المجال التكنولوجي، وهي تستعد لاحتضان كأس العالم عام 2022. وقد ركزنا على دولة قطر كسوق مركزي في الشرق الأوسط والخليج بحكم تواجد مؤسسات إعلامية كبيرة مثل شبكة بي إن سبورتس. كما لدينا شراكة بناءة مع مجموعة من المؤسسات القطرية التي تسعى جاهدة لجلب الخبرات الأوروبية، ومن هنا وقع اختيار على دولة قطر لأنها عازمة على إدراج التكنولوجيا في الجانب الرياضي. برنامج تسريع الأعمال يهدف إلى تنمية عشر شركات ناشئة
ومبتكرة في مجالات التكنولوجيا الرياضية في كل دورة. جزء لا يتجزأ من عملنا هو إيجاد شراكة بناءة بين المؤسسات الرياضية في دولة قطر وبين كل الخبرات المتواجدة في جميع أنحاء العالم، ونحن نستدعي المرشدين والموجهين ونبحث عن ذوي الخبرة لكي يعطونا الحلول اللازمة، كما نشجع رواد الأعمال في قطر على اقتحام المجال التكنولوجي. يقع إلصاق هذه الشريحة في الفخذ ثم يقع ربطها بالهاتف النقال، ومن هنا بإمكاننا أن نرى انعكاسات حركة القدم والرجل عبر الخط البياني، وبإمكاننا طبعا أن نقيس أداء أي جزء من الجسد بطريقة مستمرة، ومثلما ترون يمكنك الحصول على بيانات حينية وأنية. جميع هذه الشركات تساهم في إرث مونديال قطر 2022 وبرنامج الرؤية الوطنية بتقنياتها المبتكرة في مجال الرياضة. هدفنا هو جعل الرياضة نشاطا نزيها وفي متناول الجميع، ونحن كمؤسسة تكنولوجية نشكل همزة الوصل بين الأندية وبين الجماهير من جهة، وبين النادي والمستثمرين في جميع أنحاء العالم من جهة أخرى. نعتقد أن الأندية تحتاج لقاعدة مادية قوية جدا، ويتم ذلك من خلال جلب المستثمرين. أعتقد أن الهوة بين الأندية في مجال استخدام التكنولوجيا قد تقلصت كثيرا، لأن التكنولوجيا أصبحت في متناول الجميع. إذن هي منظومة كاملة ومتكاملة من المرشدين والموجهين والمؤطرين والمتدربين والباحثين بدولة قطر. طورنا آلة تساعد على تقييم الأداء البدني للرياضيين، واخترنا دولة قطر لأنها أصبحت عاصمة رياضية، والمنظومة التكنولوجية تساعد الرياضيين على تحسين أدائهم الرياضي ومعرفة مكامن القوة والضعف في الجاهزية البدنية الخاصة بهم. هكذا سنبين لكم كيفية استخدام هذه الوسيلة التكنولوجية، وهي طبعا مرتبطة بتطبيق على جهاز الهاتف النقال. نضغط على هذا الزر، ثم تقوم هذه الآلة أو هذه الوسيلة بقياس سهل وبسيط، وبإمكانك أن ترى النسب والأرقام، وهي وسيلة دقيقة جدا مثل ما ترون. ومن خلال المنحنى الذي نراه أمامنا باللونين الأخضر والأحمر تعطينا فكرة حول المكونات البدنية للشخص. ولأن هذا البرنامج يشمل متدخلين كثر ويندرج في إطار رؤية شاملة ومتكاملة، فإنه يضم عديد المتدخلين والشركاء من قطاعات مختلفة تجاريا وماليا وإعلاميا وتقنيا. بنك قطر للتنمية هو صاحب الفكرة، وإن شاء الله نبي يستثمر في بعض الشركات الموجودة. بين سبورت الراعي الإعلامي، لجنة مشاريع والإرث 22 بيساعدوننا، أنه ممكن أنه يساعدوننا يأخذون هذه الشركات للاستثمار فيها وأنه يستعملون هذه التكنولوجيا سواء حق كأس العالم أو ما بعد كأس العالم. مركز قطر للمال والباقي المؤسسات يخدموننا بأشياء مثل نقول لوجستية أو أشياء مميزة عن طريقهم. هذا البرنامج يمتد إلى أبعد من كأس العالم، حيث يندرج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وهو يشمل عدة فعاليات تواكب الأحداث الجارية في عالم الرياضة، بالإضافة إلى برامج إرشادية وورشات عمل مختصة بقيادة خبراء عالميين في مجال تكنولوجيا الرياضة. بدأنا هذا المشروع منذ 3 سنوات، والهدف أن نبدأ من دولة قطر ثم ننتشر عالميا. هدفنا هو البداية بنوادي الهواة ثم تقليص الهواة بين الهواة والمحترفين. وتعمل الشركات الناشئة على إنتاج برمجيات تعود بالنفع على الرياضيين والفرق على حد سواء، بهدف تقييم الأداء والرفع من مستوى التنافس في المسابقات الرياضية.
مؤسستنا تركز على اللياقة البدنية في مجال الرياضة، والتكنولوجيا التي طورناها تساعد على اختبار القدرات الجسدية لممارسي الرياضة وتقييم أدائهم بطريقة مستمرة، وهي بذلك تنمي الأداء الرياضي. نحن مؤسسة تكنولوجية تعنى بإيجاد الوسائل لصالة التدريب، وذلك بهدف مساعدة ممارسي الرياضة على زيادة الجاهزية البدنية. هذه التكنولوجيا المستخدمة يمكن استخدامها في جميع صالات الرياضة، وأنا أعمل بشكل يومي وأزور الكثير من صالات التدريب، واكتشفت أن هناك ضجرا ومللا من تكرار نفس التمارين البدنية بشكل يومي. ومن جهة أخرى تهتم هذه التكنولوجيا المبتكرة بالمشجعين والمشاهدين، أي الابتكارات التي تتعلق بتطوير مشاركة عشاق المنافسات الرياضية وتجارب المشجعين في الميادين والملاعب أثناء الفعاليات الكبرى، وذلك من خلال وسائل الإعلام الرقمية، فضلا عن كأس العالم 2022. نحن نساعد وسائل الإعلام على العمل السلس، وقد قمنا بتطوير تكنولوجيا جديدة تشجع على اندماج الرياضيين والجماهير والحكام وانغماسهم في الحدث الرياضي عن بعد. هدفنا الأساسي إذن هو تغيير تجربة الجماهير بحيث يعيشون الحدث حتى ولو كانوا بعيدين آلاف الأميال عن الملعب. نحن طورنا تطبيقا تكنولوجيا يساعد على زيادة انغماس الجماهير في الأنشطة والأحداث الرياضية، فإذا كانت هناك أغنية يقع ترديدها في الملعب فإننا نساعدك على حفظها ونجعلك جزءا من التحفيز الذي تقوم به الجماهير داخل الملعب. وبما أن النشاط الرياضي لا يقتصر فقط على المحترفين، فقد خصص البرنامج حيزا مهما لتطوير رياضة الهواة. هدفنا الأساسي هو تقليص الهوة بين تكنولوجيا المحترفين وتكنولوجيا الهواة، فكل مستخدمي هذا التطبيق يمكن أن يمارسوا النشاط الرياضي وأن يصلوا إلى درجة الاحترافية بالاعتماد على هذه التكنولوجيا. ألعاب الفيديو التي أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من المشهد الرياضي تحظى بدورها بنصيب من الاهتمام في هذا المشروع. أنا أتحدث مع الكثير من الأندية التي لديها شراكة بناءة مع الفيفا، وهذه التكنولوجيا التي نحن بصدد تطويرها تركز على الحياة اليومية وعلى الجاهزية البدنية للرياضيين العاديين، ومن ثم سننقلها للرياضيين الرقميين، حيث أن كل شيء مستمد من الواقع من زمن التدريب إلى الخطط التكتيكية وما إلى غير ذلك. وحتى موعد انطلاق كأس العالم تواصل حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة تمهيد الطريق أمام جيل جديد من المبتكرين من خلال توفير البيئة المثلى لتنمية مجال ريادة الأعمال في قطاع الرياضة بالمنطقة والعالم.